خبر عاجل ومهم، وزارة التخطيط تتابع ميدانيا مشروع إعادة تأهيل ساحة الاحتفالات الكبرى وسط العاصمة بغداد. صرحت وزارة التخطيط في بيان لها يوم الخميس أن فرق المتابعة الميدانية المتخصصة في دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية، حيث نفذت زيارة موقعية إلى مشروع إعادة تأهيل وترميم وصيانة ساحة الاحتفالات الكبرى في العاصمة بغداد، بهدف الاطلاع على واقع سير العمل في مراحل تنفيذ المشروع وتشخيص المعوقات والمشكلات التي تعيق إنجازه، مضيفا أن المشروع شهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة العمل ونسب الإنجاز التي وصلت إلى أكثر من 52% في مختلف فقرات العمل، ومن المؤمل إنجازه نهاية العام الحالي 2024. وأشار البيان إلى أن المشروع يتضمن تأهيل أبنية ساحة الاحتفالات الكبرى، والتي تشمل 3 أبنية: بناية رئيسية وشرقية وغربية مع قاعتين بكل بناية، وتأهيل الأروقة الخارجية المحيطة بها، والمسقفات الخاصة بأماكن وقوف السيارات، ومسقفات حديدية للأبنية 3، مع تأهيل وصيانة المجاميع الصحية، إضافة إلى أعمال تجهيز وتأهيل منظومة التكييف كاملة للبنايات وأبراج التبريد، مع تأهيل مثلجات الماء الرئيسية وتجهيز مسخنات ماء، فضلا عن الأعمال الكهربائية والشاملة تأهيل محطات الطاقة الكهربائية والمحولات الرئيسية وصيانة المولدات. كما يحتوي المشروع على سراديب تشكل مساحة 75% من كل بناية، مع وجود 3 مهابط للطائرات، مبينا أن المشروع ينفذ بمواصفات هندسية رصينة خاضعة لنظام الجودة العالمية، من خلال استخدام التقنيات الحديثة لمنظومة التكييف ومنظومة الصوتيات والإنارة ومنظومة إنذار الحريق، إضافة إلى اختيار المواد ذات مناشئ رصينة لضمان إنجاز المشروع بأفضل مواصفات البناء الحديث. انتهى الخبر. تحياتي الإعلامية علي الدلوي.